ولا يهمك دكتور. طيب احنا اتكلمنا على الاكسس موديفايرز، شفنا المنظر ده وبدأنا في الموديولز. اسمح لي دكتور اسجل، لو سمحت. شكرا. وفي الموديولز احنا بدأنا نتكلم، بنقول اي تكست فايل او اي بايثون تكست فايل، عشان بس اي ملف بايثون اللي هو اخر دوت باي اكستنشن في كود بتاع بايثون ده بنسميه موديول، وبنقدر نعمل له امبورت زي ما احنا شفنا مع بعض من شويه. شفنا ايه لما قدرنا نعمل امبورت للفانكشنز بتاعتنا، صح؟ تمام، قدرنا نعمل امبورت للفانكشنز للفايل بتاعنا، وقدرنا نستدعي الافريج والسم، ونقدر نبعد بنفس الاسلوب نستدعي بقيه الايه؟ الحاجات اللي انا مش فاكرها اللي هي ماشي ايا كان اللي هي ايه، ممكن 94 ايوه اللي هي الستاندرد ديفيجن والفارينس، حتى ممكن ناخدهم كوبي من هنا، صح؟ يعني مش كده كده تشيل دي، بس ناخد بالنا منه ان احنا هنقول بس my functions دوت، صح؟ عشان نستدعي الايه؟ ال function بتاعتنا بالشكل ده. اما بقى ال variables ال sum value وال average وال cd وال cd هيطلعوا عادي بدون اي مشاكل، وقدرنا نستدعي كل ال sum وال average وال standard deviation وال cd استكمالا للشغل بتاعنا. في عندنا الصم، احنا كنا بنجرب اسلوبين، كنا جربين اسلوب ثاني على طول، صح؟ ومش محتاجين اسلوبين احنا هنا، ده بالمثال القديم يعني. صحيح. 6 و7 9 قالوا الستاندرد ديفيجن برضه كنت عامله باسلوب، كان بيتنادى على الستاندرد ديفيجن، قلت له لا ستاندرد ديفيجن فاليو، انا مش محتاج ان انا انادي هنا وتحت وفوق، انا خلاص بنادي من فوق ومين شغال تحت. لما اظبط الكود ولازم تجرب اي حاجه انت بتعدلها دايما لازم تقعد تجربها لغايه لما تشتغل معاك عشان تتاكد ان كل حاجه بقت ستيبل مع الشغل الجديد بتاعه. انا بالنسبه لي الموديول بتاعي قدرت ان انا استدعي منه كل الفانكشنز اللي هم كانوا اربع فانكشنز جواه، واشتغلت بيهم من غير ما اعيد كتابتهم تاني، وكذلك انا اقدر استفيد من الايه؟ من الفانكشنز دي. طيب في الموديول في موضوع برضه مهم اسمه، احنا كده اخدنا الامبورتنج موديول، في موضوع ثاني اسمه الرينيم. الرينيم ساعات بيبقى مفيد يعني ايه؟ يعني نفس الفايل ده بس كلمه ماي فانكشنز دي طويله جدا ومخليه الكود شكله ساعات طويل، ساعات بيبقى ايه طويل، فبنعمل زي كده الياس، يعني زي دلع، بندلع الاسم شويه. يعني مثلا لو جينا جربناه كده او يعمل ايه امبورت ماي فانكشنز عادي، بس هو قايل لها اسم مختصر، اقول له از فانز مثلا، وبالشكل ده انا دلعتها بقى اسمها فانز بدل ماي فانكشنز، وبالتالي انا اقدر ان انا ايه لما اجي استدعي الاسم المختصر البسيط ده مباشره. يبقى انا كده عملت الياس للاسم، عملت الياس للايه؟ الاسم او اسم يعني مختصر او اسم بديل زي ما انت عايز تسميه سميه. لو جبت قلت 5 وجيت اجرب ادي 5 و6 و7 قال لي كله تمام واشتغل معايا بدون ايه؟ بدون اي مشاكل الحمد لله. خلاص يبقى عرفنا ان احنا ممكن نرينيم الامبورتد موديول، تمام؟ طيب حلو جدا. في جمله ثانيه بتستخدم برضو في البايثون على الموديولز برضو، ان انت تقدر تعمل حاجه اسمها فروم، تعمل حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها فروم. الفروم لو طبعا بتستخدم في اكتر من شكل على حسب ما احنا محتاجين يعني.
لكن هي في الاصل، يعني في الاصل لما تكون انت مش عارف هتستخدمها ازاي. يعني ايه؟ ثواني عليا. يعني انا هاجي مثلا اقوم قايل انا مش عاوز يعني امبورت كل حاجه موجوده عندي، مش عايز امبورت كل حاجه موجوده عندي. يعني انا وليكن الاكزامبل بتاعي، تعالى بس ناخد عليها مثال على طول، مش ده طبعا، ناخد عليها مثال مثلا ده، ماشي؟ هعمل كده اكزامبل تاني، خدوا بالكم من كلمه فروم لما تيجي معانا، انا هستغلها في ايه وهستفيد منها ايه. يعني عملت له كده اكزامبل تاني وهغير، انا هستبعد جمله اسمها فروم بجمله اسمها ايه؟ فروم. بدل امبورت هكتب فروم ماي فانكشنز، فروم ايه؟ ماي فانكشنز. بعديها بكتب امبورت يعني من ماي فانكشنز امبورت حاجه معينه انا عايزها. انا مش عايز كل حاجه، انا عايز حاجات معينه، عايز استدعي مثلا السم والافريج مثلا. انا كده ايه؟ استدعيت حاجه او حاجتين من الايه؟ من الماي فانكشنز بتاعتي، مش كل. وبالتالي انا طبعا لازم ارجع لماي فانكشنز تاني، لان انا ما دلعتش يعني، طبعا انا ما عملتش اختصار للاسم. فانا هقوم جاي هنا ارجع الاسماء زي ما كانت. لو جيت جربت، طبعا انا قلت له امبورت ليا السم والافريج بس، في حين ان انا مستخدم الستاندرد ديفيجن ومستخدم الايه؟ الفارينس، صح؟ لو جيت عملت اف 5 كده وقلت له 5 و6 مثلا و7 هيضرب من ليه؟ ايه اللي حصل؟ وهنا ضرب حاجه خالص عشان انا كاتب ماي فانكشنز. المفروض ما بكتبش ماي فانكشنز بعد كده بقى في الطريقه دي. انا ضرب في ايه؟ لسنة ديفيجن، مظبوط. انا قلت له من ماي فانكشنز انا هشتغل على السم وهشتغل على الافريج، صح؟ والاسلوب ده بيغنينا عن ان احنا نكتب اصلا اسم الموديول، بيغنينا عن ان احنا نكتب في الاساس اسم الايه؟ اسم الموديول بتاعنا، ماشي؟ فلما جيت اجرب قال لي انترفيس نمبر، قلت له 5 6 7 تمام؟ قال لي ماشي، بس الستاندرد ديفيجن مش موجود. ليه الستاندرد ديفيجن مش موجوده؟ انا ما عملتش امبورت غير للصم والايه؟ والافريج بس. معايا يا شباب؟ انا استدعيت بالاسم حاجتين فمش قادر اشتغل على الباقي. طيب لو جيت على الباقي هي اللي هي بس عفوا دكتور، يعني هي الفكره منها انه بتحدد جزء معين من الكلاس انك تستدعيه، وبنفس الوقت انك ما تكتب النيم سبيس كامل مع ال تمام. طب لو انا جيت استدعي الحاجات الثانيه الداخليه من جوه الماي فانكشنز يعني بالاسم الكامل، يعني الستاندرد ديفيجن والسي في كتبتهم بالاسم الكامل. لو جيت عملت كده دخلت على 5 و6 و7 تمام، هتلاقي يقول لك انا ماي فانكشنز مش شايفها، لان هو ما اعتبرش ان هو بيتعامل مع مديول، ده هو استدعى من المديول دول بس. ودي بتفرق في ايه؟ بتخلي البرنامج بتاعك اسرع. يعني افترضنا مديول مثلا في اكثر من 150 فانكشن مثلا، وانت فعليا مش شايف اثنين ثلاثه منه، ليه تستدعي في الميموري ال 120 فانكشن انت اللي موجودين؟ انت عندك اثنين ثلاثه فانكشن بس نستخدمهم، استدعيهم بس. يعني انا كده ايه؟ استدعيت حاجات مركزه وابسط واسرع ليا كمان في الكتابه. اما دول بالنسبه لي منشيلهم بقى من الكود يا دكتور، يعني منشيل بقى اللي احنا مش هنستفيد، مش هشيلهم، انا مش عايز اشيلهم عشان لما تفتحوا الكود تفتكروا ان دول هيضربوا، فاهمني؟ فاهماني؟ ده غلط وده غلط، الاثنين مش مسموح بيهم. انا بيبقى ليا غرض ان اللي يفضلوا في الكود عشان الناس بس لما تيجي تذاكروا بعد فتره هتراجعوا الاكواد اللي احنا عاملينها، هتراجعوا الاكواد تقولوا اه دول مش هينفعوا الشكلين دول، لان انا بس ده حاجه. فهي المعلومه تكمل لما تشوفوا الايه اللي ما بينفعش. تمام؟
كويس جدا. حاجة تانية، حاجة تانية هاخد نفس الاكزامبل ده في طريقة تانية برضو في الامبورت. انا بحاول طبعا يعني قدر ما الواحد يتذكر ينوع كل الافكار الموجودة. يعني ممكن اجي اقول امبورت استرسك، استرسك هنا معناها كل الايه، كل اللي جوه ماي فانكشنز، كل اللي جوه ايه ماي فانكشنز. ده كانه مديول بقى، كان بيستدعي المديول كله بقى صح. ايوه بس في فرق صغير. أيوة. في فرق كده ايه، ايه هو الفرق؟ ان انا بقدر اشتغل معاهم بدون اسم الايه، بدون اسم. بدون اسم بالظبط. ادي تديني ميزه برضو كويسه. لو انا مثلا بالنسبه لي في موديول معين مليان شغل وطرق انا بستخدمه، يعني بالذات الموديولز اللي احنا بنبقى عاملينها لنفسينا، فاهمني؟ فانت عاملها وبتبقى انت مصنف فيها الحاجات اللي انت عايزها يعني عموما. فبالشكل ده لما تيجي تجربها بتسمح لك بانك توصل لكله باختصار الاسماء وبدون اسم دلع يعني ولا اي حاجه خالص. انت بالشكل ده بتوصل لكله يعني. فهمتوني؟ نعم واضح. ده بالنسبه لجمله فروم امبورت، غير جمله امبورت على طول. ماشي، يبقى دي فروم ايه، فروم امبورت دي كلها كانت حاجات في الموديل. الموديل سيرش باث، الموديل سيرش باث يعني ايه؟ المسار بتاع اللي انت استدعيته ده. انت بتعمل مثلا امبورت ستيتمنت، فعليا الحته دي مهمه. خليني ايه اعمل كده، ايوه اوضح لكم المعنى انا اقصد ايه. لما بتيجي تعمل امبورت البايثون بيعمل ايه؟ البايثون بيعمل ايه؟ عشان بس تستوعبين، البايثون لما بتيجي بتعمل الطريقه دي اللي هي اسمها ايه؟ الامبورت، تمام؟ اولا البايثون اللي هو الانتربريتر بتاع البايثون او الكومبايلر بتاع البايثون بيدور المديول في الكرنت ورك في دايركتوري. يعني ايه؟ اول حاجه لما بتعمل امبورت بيشوف الفولدر اللي انت فيه، فولدر اللي انت فيه هل في الموديول اللي انت عملتله امبورت ولا لا. يبقى اول واحد بتدور فيه نفس الكرنت دايركتوري او كرنت فولدر بتاعك، تمام؟ ما لقاش if not found directories بيبدا يدور على البايثون باث اللي موجود في الفاريبل اللي هو الانفايرمنت فاريبل. عشان الانفايرمنت فاريبل لما تيجي تنزل البايثون بنديله المسار اللي بينزل فيه البايثون، يبدا يدور في المسار ده. عارفين المكان ده ولا لا؟ الدكتور انا مش فاهمه يعني ايه كرنت فولدر، يعني هو مش فاهم الحته دي بصراحه. طيب احنا دلوقتي مسايبين الملف ده فين؟ هو العنوان اهو يوزرز على عادل على دوكيومنتس بروجكتس بايثون اكزامبلز اكزامبل 120، صح كده؟ ده المكان اللي فيه الملف ده دلوقتي. انا لما جيت عملت امبورت الماي فانكشنز اول حته يدور فيها هو السي، هو يوزرز، هو عادل، هو دوكيومنتس، هو بروجكتس، هو بايثون جوه اكزامبلز، ويشوف في حاجه اسمها ماي فانكشنز في الفولدر ده ولا ما فيش. وصلتش يعني شويه توصل ان شاء الله. ايه اللي لفت فيها بس يعني ايه؟ يعني لو انا رحت كده هو بيمشي في الباس بيقابل فولدر فولدر ويدور يعني بيدور فيه تبع الباس يعني؟ لا هو ليه طريقه محدده. احنا ادي الاكزامبلز بتاعتنا صح؟ لما انت جيت عملت امبورت اول حاجه انت المثال اللي انت عامله بيه امبورت فين؟ هو المثال ده 24 مثلا اي حاجه عامله فيها امبورت مثلا ده اللي عامله فيه ده اسمه اكزامبل 124 صح؟ ادي اكزامبل 124 اول حاجه انت عامله امبورت لحاجه اسمها ماي فانكشن صح؟ اول حاجه يدور فيها البايثون يدور في نفس الفولدر انت فيه ده دلوقتي ده. شوف هنا في ماي فانكشنز، في ماي فانكشنز، في ماي فانكشن، في ماي فانكشن، في ماي فانكشن زي فيقوم عامل لها امبورت. اول حاجه في الفولدر اللي انت فيه الملف بتاع البايثون بتاعه. ما لقاش زي ايه يعني؟ زي مثلا انت عامل مثلا
عامل نفس في نفس الفولدر فايل امبورت ماس. هيعمل ايه اول حاجه؟ هيدور على ماس هنا صح؟ هيلاقي ماس؟ هيلاقي ماس هنا؟ مفيش ماس. الموديول ده مش موجود، الموديول ده مش موجود، ملوش وجود هنا. وبالتالي هيبدا يتنقل لتاني ايه؟ لتاني خطوه بالنسبه له. ايه هي؟ اهو قال لي اف نوت فاوند، يعني ما لقاهوش في الفولدر هيروح يدور في البايثون باس. بس لما بيجي بالستارت اب بينزل في حته معينه وبيسيب في الانفايرمنت فاريبل المسار بتاع المكان اللي نزل فيه. منين ده؟ من ادفانسد سيستم. ايوه هيبتدي الانفايرمنت ديت سيستم بروبرتيز وادي الايه الانفايرمنت فاريبل صح؟ هتلاقوا هنا ايه؟ لو كان موجود انا مش عارف بس تقريبا انا مش حاطط بايثون باس مباشر، انا حاطه جوه باس. على العموم لو دخلت هنا كده ادي اهو، بس عشان بنزل حاجات كده البايثون شويه هتلخبطوا، بس يعني ايه افهموا الفكره. يعني هتلاقي هنا على اليوزر عادل اب داتا لوكال بروجرامز بايثون مثلا كذا كذا. كان ادي الايه ده متدبلر ده متكلر ماشي. يبقى كده هو ايه ادي المسارات اللي بيدور فيها. فبيدور على مسار ايه؟ البايثون باس، او لو انت محدد بايثون هوم او بايثون باس هيدور عليه، او في الانفايرمنت فاريبلز اللي هنا. فهو عارف ما لقاش هيبدا يدور في الحاجات اللي انت حاططها هنا. اللي انت حاطه هنا انا حاطط المسار بتاعي على المسار ده، هو هيبدا يدور في المسار ده. يعني لو انا رحت دلوقتي معنى كده ان انا لو رحت المسار ده الاقي موديولز كتير صح ولا ايه؟ اهو على السكريبتس الاقي نوت عندي في سكريبتس كتير، والبي اي بي هنتكلم عليها لان هي حاجه مهمه، لان هي بتعمل لي زي سيت اب للسكريبتس اللي انا شغال عليها. ان السيت اب دي السكريبتس اللي انا شغال عليها تمام. في حاجه اسمها الباكج اللي هي اقدر اقسم الموديولز اللي عندي دي جوه فولدرز جوه فولدرز جوه فولدرز، فاهمني؟ اللي هي ان شاء الله اللي هي في طريقنا احنا نتكلم عليها، يعني هي في طريقنا احنا نتكلم عليها زي ما هنشوفها من شويه ماشي. يعني ازاي نقسم مثلا الحاجات بتاعه في الفولدر، في حاجات الجسم، في فولدر بتاع في حاجات الاتش تي تي بي، في فولدر في حاجات اللي مش عارف اسمها بتاعه الاس كيو لايت، فاهمني؟ في حاجات خارجيه حاجات داخليه. انت سينا دي لسه هتكلم عليها بس واحده، بس المهم ادي المسار بتاع الايه؟ الملفات اللي بتشغل البايثون او البايثون بيشتغل عليها يعني. الملفات اللي بتشغل البايثون. تمام؟ تلاقوا كل الايه الملفات بتاعتكم، كان ده طبعا الحاجات بتاعتنا الثانيه. المهم دي الملفات وبتقسم ولها تقسيم يعني. يعني كمرحله اعلى من الموديول شويه، بس انا هجيبكم عليها واحده واحده ونوصل ان شاء الله للمرحله الاعلى من الموديول. يبقى ما كانش هيبقى يدور على الدايركتوريز اللي موجوده تخص البايثون باس في الانفايرمنت فاريبل، يخش يسيرش فيها ويشوف ماشي. طب ما لقاها طبعا هيعرضها خلاص هيشتغل عليها. طب اف ستيل نوت فاوند، لو مش لاقيها هيدور بقى في الاماكن اللي هي الديفولت بتاعت الانستليشن. يعني مثلا انت بتسطب الحاجه بتاعتك فين؟ الديفولت بتاعك على السي بروجرام فايلز بايثون، يبقى يدور على السي على بروجرام فايلز بايثون اللي حكايه الديفولت اللي هي الثوابت. الثوابت طب ما لقاش هيضرب بومه بقى، هيعمل لك ايه يعني الراجل؟ يبقى دور في الفولدر اللي انت فيه، دور في الانفايرمنت فاريبلز، دور في الاماكن اللي ايه؟ الستاندرد. طبعا انا بتكلم الاماكن الستاندرد على السي بروجرام فايلز مثلا كذا في الويندوز، لكن في اللينكس في مسارات ثانيه، وفي في الماك مسارات ثانيه. بس ده خد فكره ازاي بيشتغل والحاجات دي موجوده فين. فلو ما لقاش اي حاجه خالص زي ما قلنا هيطلع موديول نوت فاوند ايرور. يعني لو انا جيت قلت له امبورت ماسز، ايه الماسز دي؟ لو جينا عملنا ران هيضرب على طول الموديول نوت فاوند ايرور، لان هو دور ولا لقى في الفولدر بتاعي ولا لقى في المود في الباسز الاساسيه ولا في الباسز في الديفولت ولا اي حاجه. فطلع لي موديول نوت فاوند ايه؟ ايرور، مفيش ماسز دي مش لاقيها.
مفهومه طبعا الفكره صح. طب الماده دي موجوده فين؟ انا مش بصراحه مش عارف يعني، انا مش عارف بس عايز ادور عليها. هل ينفع في اسلوب اقدر منه اعرف؟ قال لك اه اكتب بس اسم ايه دوت باث هيطلع لك هي موجوده فين. يعني انا جيت كده قلت له برنت وعايز اعرف الماده دي دوت باث موجوده فين ودوست اف 5 طبعا هي هتبقى في الاخر بعد النتائج بتاعتي. اه مش موجود ليها بس ليه بس كده؟ ما لقاش ليها بس انا. طب ثواني هجربها مع ماي فانكشنز. اتاكد حاجه غلط. ماشي بس ماشي. طب انا هعمل حاجه اسمها داير كده، اجرب كده حاجه ثانيه اسمها داير نفس الفكره يعني. اه لاحظوا داير جابت لي ايه؟ قال لي في الاندر سكور اندر سكور دوك، في الاندر سكور اندر سكور لودر، اندر سكور اندر سكور نيم، في باكج، في سبيسيفيكيشن، في بقى الفانكشنز دي. شايفين الفانكشنز دي؟ كل الفانكشنز اللي موجوده جواها. خدتوا بالكم؟ معايا مش معايا؟ دي ده اسلوب تاني بيديك الايه الحاجات الداخليه لل للفانكشن ماشي. لكن مش هي بس يعني، في كذا حاجه تانيه انا ممكن ايه مش بس الباس دي ما اشتغلتش ليه معايا مش عارف. بس بعيد عن الريلودنج والكلام ده كله كان في حاجه هنا. ايوه دي في اندرسكور اندرسكور نيم وفي اندرسكور دوك واندرسكور فايل واندرسكور ديكت وفي اللي هي الداير. احنا اخذنا الداير دلوقتي صح؟ ودي بتجيب لي كل الفانكشنز اللي موجوده جوه الايه؟ جوه ده الحاجه اللي انت اشتغلت عليها. يعني دول مثلا موجودين هنا. لكن لو انا قلت له مثلا عشان دي تبقى ابسط انا هشتغل على بتاعتنا احنا عشان هتبقى بالنسبه لنا ابسط حجمه في الرؤيه ماشي؟ ماي فانكشنز بتاعتنا ودوست اف 5 اسمها ايه؟ عشان مش عامل لها امبورت ماي فانكشنز. دي الحاجات البيلت انز كاش ودوك وفايل ولودر ونيم دي حاجات اساسيه. دي حاجات هتلاقيها فيها اتريبيوتس بتنزل مع اي مع اي موديل كده. دي الحاجات اللي هناخدها دلوقتي اللي هي منها في ايوه ممكن نشغل الفايل دي تجيب لي المسار ان شاء الله. على العموم هتلاقي ادي الافريج وادي السي في وادي الستاندرد ديفيجن وادي السم شايفينهم؟ فبيعرفك كده زي ايه؟ زي ال الحاجات الداخليه للماي فانكشنز تو تايب. لو جيت عملت من غير داير دوت اندر سكور اندر سكور فايل اندر سكور اندر سكور اسلوب 5 ايوه دي طريقه بديله اللي احنا حاولنا نعملها اللي هي بس وما جاتش معانا ماشي. بصوا جاب لي انا جابوا منين؟ شايفين؟ شايفينهم مش شايفين جابوا من هنا. نعم يعني لو انا رجعت تاني قلت له معلش انا هعمل امبورت لماس واخليه يقول له ماس اندر سكور اندر سكور فايل صح؟ قال لي ماس دي بقى ليه بقى؟ عشان ماس دي من اصل اللغه فاهمني؟ نعم يعني مع المكون الرئيسي بتاع اللانجوج مش عارف ايه يجيب لها مسار هي من اصل اللغه طبعا نازله مع اللغه ذات نفسها
ولذلك هي من اصل الموضوع فمش عارف يجيب لك اي باكج اخرى انت مستدعيها جايبها من بره يعني مش بيلت ان مش مش من مش من اصل اللغه النفسيه تقدر تستدعي فيها الاندرسكور فايل زي ما احنا استدعيناها ويقدر يجيب لك المصادر تمام لكن فانكشنز اصلا هي مكونه من اللغه اللغه مكونه ليها ما بتلاقيهاش مصادر ما بتلاقيهاش ايه اصلا تمام في الدوك احنا عارفين الدوك والنيم ماشي خلينا نجيب النيم والدوك نجيبهم النيم والدوك ايه تاني النيم اخذنا الفايل والدوك والنيم والديكت ماشي الديكت طبعا هيجيب لك ديكشنري لل توصيف لكل الحاجات الموجوده في الموديول بتاعه لو دوسنا كده وعملنا كده سميناهم مش مشكله النيم قلنا ده الكومنتيشن طبعا ده بتاع الدوك سترينج وده بتاع الديت دي الداير ودي بتاعت الفايل ودي بتاعت الاسم اسم الفانكشن الدوك دوكيومنتيشن احنا مش كناش كاتبين دوكيومنتيشن صح؟ والديكت انا دوست عليه ففتح لي بقى قال لي التفاصيل كلها قال لي جوه يعني عملها زي ديكشناري كده وقال لي النيم يديك ماي فانكشن الدوك تديك نان الباكج تديك برضه فاضيه دلوقتي اللودر اداك كلام تفاصيل كتير الاوريجن يعني لو قلت اوريجن هيديك المسار ده الفايل هيديك المسار ده خد بالكم الاندرسكور كاشد هتديك كذا اللي مش عارف البلت انز هتديك كذا واداك بقى كل التفاصيل اللي تعرفها ولا ما تعرفهاش عن الموضوع حتى الكي ايرور هتديك كلاس كي ايرور الفاليو ايرور هتديك فاليو اداك كل التفاصيل اللي انت يعني انت خاصه باللغه يعني حتى الكابي رايت بتاعت الشغل هيقول لك الكابي رايت بتاعتك هتيجي على بايثون 2019 مش عارف سوفت وير مش عارف ايه والرايت ريزيرف فبيديك كل التفاصيل بقى يعني بيقلب لك كل حاجه كل معلومات الخاصه بالموديول بتاعك بس بشكل ديكشنري كي فاليو كي فاليو كي فاليو كي فاليو كل الحاجات اللي انت عايزها دي شويه معلومات عن الايه؟ عن الموديول الموجود عندك اللي هم دول ازاي نوصل لايه؟ للاتريبيوتس الريلودنج والهيلب تعال نبص على الهيلب على السريع الهيلب بتديك حاجه ثانيه بس انا هحطها مع برضه مع الحاجات المساعده دي لو جيت قلت هيلب ودي فانكشن اسمها هيلب بس دي فانكشن زي الداير كده اقول له هيلب طلع لكم الديكت كان ما بيظهرش غير لما بدوس عليه ويفتحه لي يعني اوريكم دلوقتي يعني عملت 5 6 7 تلاحظوا الديكت قال لك ايه؟ التكست اكتر من 79 سطر فعشان كده قفله فمش هيفتح غير لما انت ايه؟ تكليك عليه صح؟ اما بقى بصوا الهيلب قال لك هيلب الموديول اسمه ماي فانكشنز النيم اسمه ماي فانكشنز الشرح اللي فيه ادي الوحيده اللي احنا كاتبينها دي الكومنت الوحيد صح؟ اما الفانكشنز الموجوده افريج اللي هي السم بتاخد الكاونت سي في بتاخد اس وافريج الستاندرد ديفيجن بتاخد كذا كذا والسم كان مكتوب جوه كلمه فانكشن حاجه تكسب والفايل ادي الايه؟ المسار بتاعه والهيلب ما فيش اي هيلب احنا كاتبينه صح؟ يعني لو جربنا نفس الكلمتين دول بس ممكن نعمل هيلب على الماث عادي عشان هم كاتبين ديسكريبشن لكل فانكشن فدي هتفيدنا كتير. فلو سبت 5 شغل اي حاجه هتلاقوا هنا بقى ايه؟ هنا قال لي بص انا قفلت الهيلب عشان 207 سطر شوف هم الشرح بتاعهم 207 سطر بسم الله ما شاء الله بفتحها طبعا عشان اتفرج على الوضع المره دي
قال لي دي بيلت ان موديول النيم ماث الديسكريبشن اسمه موديول بروفايد اكسس تو مش معك ماثيماتيكال مش عارف ايه اللي متعرف اصلا بالسي والفانكشنز بقى قال لك الايكوزاين ودي بتعمل ايه كشرح الايه الكوزاين اتش ودي بتعمل ايه والاساين والاساين اتش والاتان كل فانكشن والشرح تحت تحتي لانهم عاملين ديسكريبشن لكل حاجه خدت بالكم الفانكشن هيلب مفيده يعني مهمه ان ساعات واحد مش فاهم حاجه فاسهل ان هو يدور عليها كده ويشوف النتيجه ايه ويعرف هو بيعمل ايه فاهمني باين عليكم تعبتم واضح ايه لا دكتور واضح الهلب يعني جميله تمام الداير بس كتير قوي لكن الهلب منسقه اكتر بتساعدنا كتير طبعا المفروض ان احنا لسه كنا عايزين نتكلم على بعض حاجات في بسيطه في الموديول عشان نبدا ان شاء الله في موضوع اللي اسمه الباكج خلاص بس عشان الوقت واتاخرنا كده وسقطنا كده ان شاء الله نستكمل الشغل بتاعنا باذن الله المره القادمه باذن الله يا شباب دكتور المره القادمه يوم السبت والبكره يعني ولا كيف؟ ان شاء الله ان شاء الله نفس الموعد كل النهار باذن الله ان شاء الله ماشي يعطيك العافيه دكتور شكرا لك جدا وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته